أول شيء في منتخب إيطاليا منظومة ليبي هي الأساس قبل أي لاعب، في حال غياب جيلاردينو في لوكاتوني، في حال غياب ديروسي هناك جاتوزو، في حال غياب كامورانيزي لو تحط إن شاء الله باروني لاعب تورينو، فمنظومة ليبي هي الأساس. نيستا ما أثر حتى في ميلان ممكن يفوز بالألقاب، نيستا ميلان ما قبل نيستا كان يلعب في اليوروبا ليج، وصول نيستا كان أساس محور المنظومة الدفاعية، وصول نيستا في 2003 كان شرارة انطلاقة ميلان للبطولات المحلية والأوروبية، هذه النقطة عشان نعرف تأثير نيستا. نيستا غيابه في 98 في 2002 في 2006 بسبب إصابة هذا مو ذنب أليساندرو نيستا، هذه النقطة، وأثر في 2002 وأثر في شهادة الكل أن غياب نيستا مثل ما يقول باريزي نيستا هو بداية وأساس المنظومة الدفاعية، في غياب الأساس المنظومة تكون ضعيفة من دون نيستا، هذا كلام فرانكو باريزي اللي أنا أعتبره النموذج المثالي. الحين نرجع لنقطة كابتن علي وكابتن يمكن مشاري أبو عبد الله. نيستا أليساندرو نيستا لما أنا إيه أقيم مدافع، أنا أقيم مدافع في الواحد ضد واحد، أقيمه في سرعة ارتداده للتمركز، المساحة اللي يخلي يتركها وراء، سرعة ارتداده للتمركز، في التاكل، في السلايد تاكل اللي هو التدخلات، أنا أتكلم عن الأناقة والقوة ما أتكلم عن الخشونة، شوف بطاقات نيستا. اتكلم عن البناء في الخلف مثل ما يقول زيما كان طفره المدافعين ان أليساندرو نيستا في عمر ال 21 سنه في البناء من الخلف كان ممتاز. اذا على تعدد المراكز أليساندرو نيستا، عشان هذه المعلومه انا حتى حديثا قريتها، انه تاسس كمهاجم نص كباك وبعده تحول كدفاع، فعنده قدره عاليه على التحكم في الكره. النقطه الاخيره اللي قال عنها باولو مالديني عن أليساندرو نيستا، ذكي في قراءه اللعب، ذكي في قراءه المهاجم، يعطي المهاجم اختيار واحد فقط، يعطيه زاويه محدده، دائما قوي في هذه العمليه. نقطه تسجيل الاهداف اللي ذكرها سهيل، أليساندرو نيستا اهدافه جدا قليله، هذه الامور اضافيه. لما تقولي بناء اللعب، لما تقولي تسجيل اهداف، انا مو عمري ما سمعت نادي شرى كنافارو او تورام او يابستام او نيستا لانه يسجل اهداف. زاد نيستا لما سجل هدف، شوف وين سجل محمد، سجل في نهائي كاس العالم الانديه وكسر احتكار الانديه اللاتينيه في كاس العالم وتوج على بوكا جونيورز، يعني حتى لما سجل هدف كان حاسم، ولكن عيد اللقطات اللي نيستا حرم الخصوم من تسجيل